الصحة النفسية هي الغاية التي نسمو أن نصل إليها. والسلامة النفسية وضمان السلامة النفسية. مرتبطة أو متأصلة مع الفلسفة المتطورة يعني يقولون عامة الناس مفهوم يتصل به. أوكي. إذن يقولون هذا هذا في صحة من العامل، لأن حيهمل أسرته وحيهمل نفسه. مش هذا هدفنا أننا نحرك الألم، هدفنا نحن نبون تخلص من الألم. دكتورة ناجي عقيل الحصادي، دكتورة علم النفس إكلينيك، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس. يسعدني اليوم في هذا اليوم السعيد، اليوم العالمي للصحة النفسية، أن أقدم كل الشكر والتقدير لكل الأشخاص اللي هم قائمين على هذا الملتقى العلمي. الصحة النفسية هي القدرة على التوافق والتكيف مع الأحداث الموجودة فيها. أنا حابة نقول كلمتين، اللي هو النهاية أن أنت نوجه رسالة بأنك أنت تستحق أن تكون سعيدة ولو جزءا من السعادة. بادر بذلك ولا تنتظرها بأن ولا تنتظر ما يجعلك سعيدا أن يأتي إليك، بل افعله واذهب إليه واصنعه ورتب له وتقبل التحديات، فلا إنجاز يتحقق دون تعب أحيانا وخوف أحيانا أخرى. كل عام وأنتم بألف خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتورة فلم شعري الدرسي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير المختار، قسم الإرشاد وعلم النفس. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للصحة النفسية، اللي هو 10/10 من كل سنة حدث الصحة منظمة الصحة العالمية بأنه اليوم العالمي للصحة النفسية. طبعا الندوة جامعة درنة برعاية قسم علم النفس تتناول مجموعة من المحاور كلها تدور في مجال أو في موضوعات الصحة النفسية. طبعا ليس بغريب عن جامعة درنة وقسم علم النفس هذه البادرة التي تتناول فيها موضوع الاحتفال بالصحة النفسية من ناحية توعوية ومن ناحية ورقات علمية. كذلك ليس بغريب باعتبار أن رئيس الجامعة أحد رواد علم النفس في ليبيا.